ناو خلني أتكلم على selectivity. طبعا الغلط من هذا الشابتر هو مثل ما اتفقنا كيف نزيد نعرف الـ desired product المادة المرغوبة والـ undesired product بالرياكشن. اوكي وشون نقدر نكريز هاي على هاي؟ فلازم اول شيء نحسبها، اول شيء نحسبها، بعدين بعد ما نحسبها ونعرف السلكتيفيتي مالتها مثلا واطئه نروح شو نسوي، نضيف لها رياكتر اخر مثلا هو سي اس تي ار، لكن شفنا السلكتيفيتي اليلد الكونفرجن مالته تعبان، زين هذا ما يقبل بي ابو البوز مالتك ما يقبل، فش تسوي انت؟ لازم تضيف له مثلا بعد رياكتر مثلا بي اف ار او سي اس تي ار اخر، تشوف السلكتيفيتي توتال الافرج اوفر اول زادت، تقول ايه هنا انا صحيح اروح جو اهيد ويا هاي الفكره. لذلك لازم اول شيء نعرف شنو السلكتيفيتي، ال سلكتيفيتي سلكتيفيتي طبعا هي الديزايرد، تمثل لي يعرف الديزايرد هي الريشيو بين الديزايرد والانديزايرد برودكت، يعني هي الريشيو بين الماده المرغوبه والماده الغير مرغوبه. مثلا اذا احنا عندنا ان بارلل رياكشن اذا اخذناها قبل قليل A goes to D وعندنا A goes to U، هذا بيها K1 هاي بيها K2، ال D احنا هنا مختصر للديزايرد ديزايرد برودكت، اوكي هنا انا مختصر undesired الغير مرغوبة، هاي مرغوبة المواد وهاي غير هاي wanted I unwanted مريد. واذا اجاك طبعا هي الفكرة نفسها بكل انواع الرياكشنز اللي اخذناها، يعني حتى اذا series reaction A goes to D goes to what U K1 K2 نفس الفكرة، هذا desired وهذا undesired، واضح نفس الفكرة نفس القوانين نفس الهاي تمشي عليه. زين شنو قانون السلكتيفيتي؟ شنو قانون؟ زين دائما خلي بالك مثل ما تكلمنا احنا we want to minimize، احنا نريد نقلل، خل اغير ال احنا نريد شنو يعني انت كمهندس شو نريد؟ دائما نريد نقلل من كمية الانديزارد برودكت هنا او هنا ونرفع ونزيد من كمية الديزارد برودكت، ماكسمايز هاي ماكسمايز هاي يكون مينيمايز. اوكي طبعا حتى زيد الربح ماتك من المصنع البيوريتي ماته تطلع ممتازة. اوكي زين السلكتيفيتي الى قانونين، السلكتيفيتي لها قانونين، الاول العادي السلكتيفيتي مالتنا السلكتيفيتي الاس يسموها انستنتينوس سلكتيفيتي، خلي امسح هاي انستنتينوس انستنتينوس سلكتيفيتي سلكتيفيتي هذا الحالية، هاي شو تقول لنا؟ يعني هاي شو تخبرنا عن شنو؟ تيل از تقول هاو وان برودكت، يعني ياهو البرودكت واحد من البرودكت هو افضل او المفضل للريده اوفر انذر وان. اوكي فشنو هي؟ عبارة عن ريشيو، طبعا هاي بالمالتيبل رياكشن هي عبارة عن ratio بها الformation D respect to the information information of U، هاي الـ selectivity والـ yield. So the instantaneous selectivity اللحظية يعني بهاي المومنت، يعني أنا ساعة بالعشرة ونص أريد selectivity على فجأة بالعشرة ونص مثلا بهذا time الآن أريد بالدعش، وأكو عندنا selectivity الأخرى اللي هي الـ overall. خلي نشوف شنو السلكتيفيتي الحاليه الانستنتينوس، هي اس دي اوفر يو، هي ريشيو اخوان، هي ريشيو بين من وبين من؟
هنا أنا بين الريت اوف رياكشن للدي اللي هي ديزايرد برودكت المرغوبه على الار يو غير مرغوبه. واضح؟ دي with respect to you is the ratio of rate of formation. يعني هذا احنا كأنه نقول rate of formation يعني تكون معدل تكون المادة المرغوبة على معدل تكون المادة الغير مرغوبة. هذا الانستنتينوس اللحظية. واضح؟ زين. النيكست سكشن وي ويل سي هاو شلون احنا نقيم هاي القيمة الاس دي اوفر يو. وهي هاي قيمتها هي الجايد اس، هي اللي راح تقودنا بالديزاين والسلكشن. يعني سلكشن ويتش رياكشن او ويتش رياكتر سيستم راح ماكسمايز السلكتيفيتي. يعني انا اختار عندي اني نظام جاب لك انت قال لك انت مهندس كيميائي شاطر، انت تكون ديزاينر مو لعب، انت ديزاينر انت تبني البلد. قالوا يا بريد احنا مثلا هاي الماده مثلا فينول، انت تكون جيب الرياكتر اللي تقول مثلا مناسب، تخلي rate of reaction الكينيتكس تكون عندك اللي اخذناها rate of reaction الكينيتكس وكلها concentration وغيرها، تيجي طلع selectivity والyield. زين selectivity طلعها، selectivity عندك قليلة روح على غير رياكتر، جيب CSTR مثلا او في BFR روح على بلاك فلو، اذا شفتهن قليلات اخذ اعلى قليل بعدين ضيف له. هسه بعدين ناخذ شلون selection، حتى شنو selection هذا كأنه احنا try to maximize نزيد السلكتيفيتي، نزيدها السلكتيفيتي حتى نقول هذا السيستم هو الصحيح، هذا النظام نوع المفاعلات هو الصحيح لهذا التفاعل، وممكن نضيف رياكتر اخر حتى نزيد هاي السلكتيفيتي والييلد. هذا هو الغرض بكل بساطة من السلكتيفيتي. زين اكو عندنا مثل ما اتفقنا another definition، هنكتبها بالجرين. Another definition للselectivity هذا هم موجود يسموه، هذا مهم، هذا SD نفسه يخلوا عليه داش فتحة. هذا شنو terms مثلا is over all، هذا يسموه over all selectivity overall selectivity. اوكي هذا مهم ليش؟ لان هذا overall selectivity يبين لي overall، يعطيني مثلا شوف خلينا نكتب القانون، يعطيني overall flow rate f للd على f لليو. f شنو؟ flow rate. flow rate اكو جريان، واضح؟ فلوريت اكو جريان مثل بي اف ار عندي بي جريان، اني كونتينوس سيستم بي جريان اخر هاي. اوكي هاي شنو قيمته الاف؟ شنو خلينا نعرف الاف، سوري عرف الاف، هي الاف الفوق هي الاكزيت الخارجه، شوفوا انت ابو مولر فلوريد اوف ديزايرد برودكت مادة المرغوبة فلوريد. الاف يو هي الاكزيت مولر فلوريد اوف ان ديزايرد الغير مرغوبة. واضح؟ اوكي زين هذا بهالطريقه يصير. اذا عندنا احنا تعبيرين المن للسلكتيفيتي، خلي بالك هذا من عندنا كونتينوس سيستم. اذا عندي باتش سيستم
اذا عندي بات سيستم كلش ايزي. البات سيستم دي لان هو تفاعل الوجبه، يعني وجبه تخليها ولا ساعتين ثلاثه حسب الريزيستنس تايم مال التفاعل، تجي تطلع البرودكت مالتك ما بيها كونتينوس. شي يساوي؟ احنا ناخذ هنا عدد مولات ان دي، مو فلوريت، ما عندنا فلوريت على ان يو. هذا المولات المرغوبه على اليمن، number of moles of undesired product. واضحه؟ تمام.